الحمد لله، أمطر الخير. ازيو؟ درو دورا ازيو؟ مع هذا الأمطار الخير اللي كانت المنطقة احتاجت لها، لا سيما أن السدود خواو والأشجار عطشانة، خاصة ديال الحوامض. اللهم أغثنا غيثا نافعا يا الله. Vous approchez de votre point enregistré. يعني تنفع الفلاحة في هذا الوقت، جات في الوقت ديالها اللي كانوا الفلاحة قنطانين. السيول ديال المياه تمشي للأودية ويستنفعوا بهم الفلاح إن شاء الله، ويعمروا السوارج ويكون الخير إن شاء الله. إن بعد العسر يسرا. كما ترون هذه المياه هذه غادي تمشي كامل للنهر ملوية، وكان اللي غادي تمشي للقناة الرئيسية ديال السقي المتواجدة بسهل صبرا. ونتمنوا هاد السيول ما تاثرش على ديك الاشغال ديال الصرف الصحي اللي ندرت في المدينه بواحد الكيفيه، اللي حتى الساكنه ما يعني ما عجبتلهاش ديك الكيفيه ديال الخدمه. دابا مثلا كيحفروا في عده شوارع في عده ازقه قبل ما يكملوا شي شارع، كيمشيو يحفروا شوارع اخرى. ها دابا الواحد كيخاف هاد الشتاء، هذه غادي تضيع كلشي. يعني نورمالمون كيما شرنا لها سابقا، يعني يديروا يحفروا في واحد الشارع ولا في حي باكماله، ملي يساليهم يمشيو لحي اخر. دابا هاد السيول يقدر ياثر على هذيك الرقارات اللي راهم عاد ما تسالاوش، اللي بزاف هادي من اللي بداو، خاصه في الحي الجديد. الحي الجديد يعني ما سالاوش، ما بقى در مول الدجاج سابقا دار. هنا كان وقعت واحد المشادة كلامية بين هاد المطاعم والمقاول، حيت كان دار واحد ملي كيخدمو كيديرو ديك الغبرة وكذا، الشيء اللي ما عجب لهمش الحال. ما كم دابا هاد الشارع ما كملوش، المقاول كان خصو ملي يكمل شارع ولا زنقة يدير لها الاخر، يرجع الامور كما كانت سابقا واحسن. ملي دخلنا قال لك اودي راه غادي يديروا عاد القدرون، ولكن من شهر ربعة، ولكن زي غادي يتحفر كامل حتى شهر ربعة غادي يديروا القدرون تصفيت، على حساب القول ديال واحد المسؤول اللي كان خدام مع مقاول. حفروا في الحي الجديد، زادوا الحي الامال، وميم طو شارع سيدي عثمان، شارع محمد الخامس، حي مارشال، وهكا غاديين. دوك الانابيب مزيانين يعني من نوع الممتاز، ولكن كملت واحد الشارع ولا واحد الزنقة ريقلها عدلها بالرقارة ديالها بكلش، خلي السير والجوالان والساكنة تكون هي هذيك.
اما قاعد روينه ودير له تمك. شكرا على تفهمكم، ولا نعتذر على الازعاج، راه كاين استياء وسخط ديال الساكنه ديال زيون. كما ترون يعني الامطار غزيره ان شاء الله، غادي يكون يستمتع بها الفلاح. محد المركب كنعتذر على الصورة يعني غير واضحة، لأن بالليل الإنارة شوية وكذلك الأمطار ما كيجيش تصوير لائق. نتمنوا الخير، هذا الخير ديال سيدي ربي، إن شاء الله يستمر هاد الليلة بحال هاد الشكل، يستنفع به الجار شماندار وكل حاجة، كل شي المغروسات. زايو وسط المدينة، طبعا كاين الريستورون اللي باقي عاد فاتحين، غادي يبلعو دابا. كاين القهاوي يبلعو مع 8 احترام القرار اللي دارتو السلطة، احتراز كي تكون هناك احتراز نشر انتشار كوفيد 19.